ساينز سمعت كده؟ طيب. فأي حد يسألك سؤال يعني أنا بقدر أقول لك مثلا ديفاين بروجرامز. خد بالك كل اللي هيجي لك الأسئلة عشان أنا محترف في الامتحانات كلها ديفينيشن بالنسبة للطالب الأكبر يعني. عمر ما هيسألك في التفاصيل المرعبة بتاعت العمليات بتاعت الشغل. كويس يبقى دي أول واحدة. ديفينيشن أهم حاجة في المذاكرة. البروجرامز هو الديفينيشن بتاعه السن دول يعني ما لهمش دور في السبورت زي السرفايكال زي الاندو بيلد
خير بخ ها علي صوت بقى ده بتقول بالسن ايه هاي بتقول ليه بالسن الانتيرير او الانتيرير هو بيتسن بالسن فين بقى بيطلع بره اوت سايد بره النورمال ديسنت اوف ذا جينيتال تراك اوت سايد اوف ذا بالما الاماين يعني تقول لك ماس بروتودنج فروم ذا بالما اكوردنج ممكن تكون هبدا اتكلم الانتيرير وول اسمه سيستوسيس طب بالعربي مش انجليزي ده صح ليه؟ الراجل لقى ان اليورو جنرال ساينس بيدي حاجتين بيدي الفاجينا وبلاد فلما تيجي الانتيرير وول اوف ذا فاجينا يقع ياخد مع مين؟ ياخد مع اللقطة صح؟ فسماه ايه؟ سيستوسين. طب والحتة الفوقانية خالص الشورت اللي عامله لنا مشاكل اللي هي بسبب الزرع خدي بالك بسبب انها شورت لها فيري يعني باد رول ان سوسايتيز اند فاجينايز. ليه؟ يقول لك شورت وريست اوف ذا كوميديز. وتعمل الحاجه اللي جايه اللي هنشرحها كمان نقطه هنتكلم عليها دلوقتي النهارده الاستريس يعني الكح او تضحك يفك منها الموضوع يبقى خايفه ده بيوصل لدرجه لو عملت صدر مفرد يقع منها الموضوع ده الاستريس الكوربس برضه تاني في الكلام يبقى الراجل اللي هو قال ايه هو الانواع قال ان البلاد هتتاخد مع الانتيريور وول اوف ذا فاجينا، حد عنده اعتراض؟ طب الانتيريور وول ياخد مين؟ ريكتر اكسلنت لا على فكره انت لو قعدت بصيت الصور هتلاقي الراجل بيتكلم عربي بس بلغه ولغه شعبيه انا مش شايف كلمه انجليزي يعني صح قوي سيستو سي ريكتو سي روسو سي ده نوع وسيستو سي سيستو سي ده النوع الاشهر لان الاثنين بيبقوا كومبايلز لان هي لو لسه سي مش هتجيلك ريكتو سي لو وايد مش هتجيلك لو مودريت هتجيلك لو سمير هتجيلك طب ايه اللي يخلي دول يقع؟ عنده بنت فشة ضعيفة اهو انا كتبتها فين يا باشا؟ كونكتيف تيشو ويكنس في ناس تلقى مقدرة عندهم لايبيليتي تو هيرنيا اند برولابس خلقة مقدرة ضعيف كونكتيف تيشو بتاعه ضعيف حتى في نوع شديد من البرولابس انا مش عايزك تذاكر انت على ده مش مستواه اسمه فيرجنال برولابس يعني واحده ست لا خلفت ولا 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 وبعدين جاها برولابس ده اسمه فيرجنال فيرجنال يعني لسه السبب الاشهر من الفيزيولوجي للفيلم بتاع البرولابس والستريس انكونتنس از لوكينج اب والرونج ان ذا باد مانجمنت اوف ذا كول صعب جدا واحدة ما ردتش من تحت خالص ويجيلها كولابس ليه؟ يا ست ازاي؟ سترين ان ذا فيرست ستيج طب ده السيرفس ما فتحش وانت عمال تقول لها ازاي؟ انت السيرفس مفتوح انت هتعمل لها كولابس كده بعد ما تقول بالسلامه طيب وايه تاني؟ بادي بير اوف برينير بيس كل السيدات اللي في العالم اللي بتقول الفاجينا معرضين ان يبقى في سمول او هيدن او في السكند او سيرد ديجري برينير بيس اف ار نوت بيبير ويلينجلي مش مظبوطين كل ده ينزل ليه؟ لان طبعا انت رحت مخيط الجلد بس وسبت المسلز اللي هي دي مقطوعه ورحت مخيط الجلد وماشي خلاص بعد شهر اثنين ثلاثه هتبص تلاقي جالك the sum sum of burners ايه كمان؟ decrease estrogen انا هقول لكم مقوله غريبه جدا the estrogen is very necessary for the genital and urinary tract its infections بل يعني اول ما تخش في السن 40 سنه وتبص بيري خلينا نقول بيري منوبوز يعني هيبدا الاستروجين يقل افرازه من الاوفرز تبدا هي تخش على طول الجانب الويكنس بتاع اللي بعدها اللي هي الويكنس تيشو
ايه كمان؟ instrumental delivery. فانا بقول كلمه بس الدكتور عامل الله يديله السلامه. بقول there is minimal rule for instrumental delivery in modern research. ليه؟ لان انت لو عملت فيرتوز او فورسز بدل النقل ابسط حاجه في حاجتين يا الفاست يا ريت الفاست يعني النمبر كوميونيكيشن بتوين سبت شويه ذا بلاتر مثلا او الاول شويه الريتم دي بلد او ان هي افضل فيرتوز وشد او فورس وشد فروح تنزل كل اللي بيتم ايه ده اندوتيك فاشن سرفايكال ويجي لك بعد كده الكولابس. ففي واحد بيقول لي ذير از نو رول فور انسترومنتال ديليفري ان المستقبل. هي صح؟ هي تمشي. ما حدش يقول لك ولا فيرتوز ولا فورسز. لكن بتذاكرهم ليه بقى؟ هقول لك ليه. وانا من 10 سنين اول ما بدات هنا التدريس جالي طالب عبقري جدا. انا دكتور انا عندي هنا ايه فوق مش عارف انزل. قبل ما ياكل هو فورسز. هجيب زي كماشه كماشه. اسمعي عنها هجيب كماشه وامسك السكات دي واشدها. قلت له بس هو ده الفورسز. اول قال لي مين الفورسز ده؟ قلت له الفورسز ده واحد في المغرب العربي اسمه الزهراوي. عايزين تعرفوا اسمه. المهم يعني اول واحد اخترع الكماشه دي. وكان شكلها فعلا زي كماشة. بس السكات بتاع الراس واشدها. لو ميت هتنزل. لو مش ميت هتعور عيني وامه وتعمل يا تفسد يا كولابس. فاهمني؟ كذلك في البروسس دلوقتي والبيتوز. اقول لك على حاجه جميله. في واحد الدكتور اللي عمل في البيتوز ده راح يكون سنه 68 قبله مهمة الكفار. ليه؟ كانت السكات فيما بعد سنه 68 ميلادي قريب يعني مش من بعيد قوي لغايه مثلا 86 كان بيقول لك ان انما دكتور انت عندك شفاط. احنا عارفين ولاد شفاط اللي هي ايه؟ يعني انت بتحط تشيله نيجاتيف بريشر على الهيد صح على السكان وتشد العين وانتو شاطر بالسكان لغايه لما لقوا انها بتعمل الملاوي يعني لو على ربشه الوترس وعلى وعلى الكولابس وعلى سبيس انكونتنس وعلى انجلس برضه انجلس بوف بوف بص مين؟ يبقى فاضل مين؟ الرقبه كمان ف... لو طب هي ازاي بتعمل الام؟ البيبي عشان هو بيتشد من دماغه بس ام ما الام الام كل ده بتشد ده كل السيستم ده بتجيب مش هي على قد دماغ البيبي يعني مش ايه ايوه على قد دماغ البيبي صح ده الشد ده المطلوب يجب ان تشد ولا تجيب الكوزايتس يعني في متطلبات عشان تركيب الفيتوس شفاف او فيكيان فيكيان شفاف او فاصل لازم ده ايه ما فيش كلمه بوشر فيه كراكت كراكشنز مفضيه ضغط الريكتوم وفي بوشر كراكت ويا دوبك ثلاث شدات انت بقى ما بتشدش ثلاث شدات انت بتجيب واحد بيشد معاك انت فاهم ازاي؟ هينزل بس هيعمل لك ده السبب الرئيسي اللي هو باد مانجمنت اوف ليفر بروكن ليفر ديفيكالت ليفر انسترومنتال ليفر باد كير اوف ريجنريتيف ليفر اند ذن نيد ريبوز اوف بوست ريبوز ديفيشنسي اوف اسفيجن اند كونجنيتال ويكنس اوف ذا types as we said before vagina cystus ده عرض حد حد مش فاهم cystus دلوقتي خلاص بترفع شعبيه cystus وريكتوس ريكتوم مع زين ينزل ينزل من مكانه بره نفس الاسباب انت رحت شد كل ده من فوق وفكر في نتعت النتعه اللي هي الصح اطول التعريف وتعوض ولا ما تعوضش هو قصده عملت بريدير فيس قطعت الديفيجن وشددت على الليجمنتس
وخليت ايه تعمل ستيج في زفير ستيج اوف ليفر بيفور في السرفايكال ميلاتيشن، كل ده بوظ الليجامنتس اللي ماسكه السيرفكس، تعمل لي كورونا كولابس. له ثلاث درجات ليوتوس، المفروض السيرفكس ده استنى قص فوق عند المسكولار ديسبل واير اللي هي الحته دي العضله اللي بتبقى اول ما بتعمل لي في السيرفكس دي. لو نزل السيرفكس عن كده وبقى ملامس الفلطه يعني انت شفاف عينك عن الفلطه ده السكند ستيج. لو نزل كله مقبره السكند دي بروسيدنشيا سيرفكس هي تحتها كلها دايما بتتسرع وبيز من هايبر ديفاليتي اللي مخلينا خمس ست سبع اربع مرات بالاضافه للعوامل الاخرى لما بيكون كملت عيلتها بقى وخلاص ومش عايزه وجع قلب وكل شويه ينزل. طبعا السيمبتوماتولوجي رهيب زي ما هتشوف يعني احنا بقى ما بنقدرش مفيش حد يجي في العياده بسيط. السيستوسين انت تعرف ان هتفهم انها ديفيكال ميكروبيشن فيسيولوجي صح ولا لا؟ عشان تبدا تعرف هي تروح الحمام هتدخل الصوابع وتريديوس السيستوسين عشان تعرف الدواء. طب ليه يا عم الحاجة الحكايه دي كلها؟ لان في كينكينج وضغط نتيجه انها نازله الضغط. يعني هتروح الحمام عادي. طب وايه كمان؟ السيستايتس الانفكشن الاكتيفايزيشن بول وناس بره في الشارع تتعرض للجو الخارجي يحصل لها حاجه اسمها كريتورايزيشن. جلدك ده عشان تتعرض للجو الخارجي بقى كريتورايز. يبقى زي الجلد ده اللي هو كريتورايز. انا لو ده مش كده وبس. ده لو انت كل شويه تشد في البلادر دي وشديت على تو يورترز يعمل لها يورينيا. يعمل لها فايولوفايتس انزل يورينيا. يعني مصيبه. حاجة بسيطة من كده هتدخلني جوه أكتر. اليوروسوسيل ده الجزء الأولاني اتفضل يا شيخ. ده مش هياخد وقت كتير أوي على بس. اللي هو إيه؟ اللي هيحصل لك كريتورايزيشن. آه. مش ده حاجة كرونيك أوي يعني ما يطول. والله يا باشا مش هجي لك على طول. هي هتلاقي بس الكرونيك الزرقاء. صح. وبعدين هنقول على الوصفات الجلدية. او انت عارف ان دي كمان اللي هو الكونسيبت في كده او في دي خط الشاشه والدخل حاجات كده يعني في حاجات كتير زي كده. فطبعا في الاخر نتيجه ان هو تعرض للهواء الجوي بس مع السيمبتومز الخطيره كده. الريكتوسيل ديسكيزيا خلاص بقى كلمه ديسكيزيا دي ما حدش قال مش كيسيا ومش عارف كلام بقى انا بقى انا يعني مش عايز تختلف في مرات ناس او مش هتقدر ده مرات ناس كبيره بس على الاقل الاسامي معروفه صح؟ دي سيوريا دي سيرتك عايزه مذاكره؟ طب دي سكارونيا دي عايزه مذاكره؟ ما هي باينه واحده ست في ناس بتقول ان في زباله ايضا سيسكو وريكتو وبوكو الاثنتين مع بعض ضربه فين بقى؟ هيبقى في ديسكارونيا ما ينفعش. ديسكيزيا ديسكيزيا ديليكت. الريبتوسيل سحب الريبتو معاك. فاهم؟ لما الريبتوسيل في غير الغول بقى اوت سايد لا ليه قدامه ياخده معاه الريبتو. شفت العلاقه المؤاخذه يعني العلاقه صعبه ازاي؟ فين الفشايط؟ ورا الريبتو وقدام الايه؟ البلاد ها؟ لا وبعدين انت عارف من الاناتومي ومن البيولوجي ان البلاد والمجله الاثنين جايين بالستركشر واحد. تقدر تقول لا للاسف الاثنين بالستركشر واحد. عشان كده الاثنين اسوشيتد في كل راكبين مع بعض. سيستايتس فاجيلايتس فاجيلايتس سيستايتس. سيستوسين اهو قال لك سماه سيستولابس وسانتيو فاجيلايتس. كويس نكمل ولا في حاجة واقفة؟ حد عايز يستفسر على حاجة؟ أنا
هنقول الديسكيزيشن، هنقول الفكتوريشن بلدنس، هنقول الديسيوريا، هنقول اب تو سيستيتس، بايكوفايتس، اند الثيوريك تشينجز. ماس كونز ابوت ديسشارج حاجه بتتقلع بره المعرض اللي هو الجوي بتاع الديسشارج والكرنت شايلانس. سيستيتس ديسبارونيا ديسشارج ريز. طب وبعدين؟ هصلح ايه وسيلتين؟ لازم اعمل جود دايجنوزس بيفور. هل في سيستو سي لوحده؟ ولا سيستو ريتو سي؟ هل في اسوشيتد يوتراين بروبس؟ يوجوالي زي ما قلت لك ذات الفاكتورز ويتش ليد تو فاجينال بروبس ليد تو يوتراين بروبس الاثنين مع بعض. طب انا عشان اصلح ده واصلح ده واصلح ده يبقى انا محتاج اول حاجه الست دي خلفت كم مره؟ عايز اعرف برضه ولا لا؟ هعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ هكونزرف ولا مش هكونزرف؟ لو انت لسه والده مش هتقدر تعمل لها عمليه. ليه؟ لان التيشو ارتيتس اند خلاص هتبريك شايف على كل حاجه مثلا هتحط لها ايه بقى في الست عجله ما تجيش عجله هتيجي حته شاشه فيها سلايد تدخلها لنفسك على الاقل حتى يبقى في ربح في كواليتي اوف لايف كواليتي اوف لايف انسجه التيشوز لين مكانها وما تبقاش هايبريميك ويبقى اذروايز هيبقى ولا مش هتعرف تصلح صح وهيبقى لك مرة في النفس. السؤال الشهير بتاع الدكتور على شكيت الله كان عنده دايما سؤال الكرنت برولابس طبعا يبقى الكرنت مش كله. طب هنا بقى لو كان اشوف التستنج لستي حزام طلعت حاجه اهلا وسهلا وهي على السرير اتفضل عيش في عندك حاجتين تشد فرصتك لازم تقوم صدر عن جسم كويس؟ هتلاقي كل ده هي سكواتنج بوزيشن. اللي انت عايزه سكواتنج مجرد ما تقعد على المفصل وتكح هينزل ده كله. ساعات ساعات بيبقى هيدن شويه. ساعات. اما لو ظهر خلاص. يا دكتور انا بستعمل المرسلم ده مش انا هجيب لها كولابس بنفسي؟ لا قلت لو كان سليم كويس سؤال جميل جدا. لو كان سليم لو قعد شيء من هنا ده طعمه في الانسجه دي بقى ليفيت ليفيت فاشن وسرفايكال ليجنت انت عايز لما تفصلها تروح تنزلها لا هتكح ايه تقع من طولها بقى لا الفرصله ده بيساعدك على ايه؟ لانك انت تشوف الدجريز لو كان مش واقع لو واقع خلاص ليه بقى؟ ليه؟ اقول لك انت ممكن تدخل تعمل انتيرو كوربوراتي خواجه قال لك تصلح الجدار الاماني للمهبل الحرب انتيرو كوربوراتي والسين السيس الميكرو سين دي ينفع كل شويه هتنتجها هتعمل تصلح السيس سين هو الانتيرو كوربوراتي وبعدين تصلح الميكرو سين والسين كوربو بريورا ففي واحد سالني زمان وانا صغير زيه اشمعنى بقول بصيرو كوربو برينيورافي اند انتيريو كوربوراتي ده كلام شعبي من الاناتومي بيكوز البرينيوم اللي هو النسيج بين فتحه الفالفا والريكتم احنا بنتكلم طب يا جماعه ما فيهاش كسوف النسيج ده موجود بصيرو فقط مش موجود فوق يبقى البصيرو كوربو برينيورافي هصلح البرنير بطل صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح انتيريو كوربوراتي ما اقدرش اقول انتيريو كوربو برينيورافي ما تنفعش لان في برنير برنير از افيشنت هصلح غلط هصلح غلط طبعا الستبس بتاعت الاوبريشن مش يعني لو لنا عمر ان شاء الله ممكن اشرحها بس تفاصيلها لازم حد يشوفها او يتابعها
طيب انا هشوف الاول في سيستوسين ريكتوسين. طب الاثنين موجودين في القصر العيني طلع اسم حاجه غريبه جدا، قال لك كلاسيكال ريبير which denotes all entails anterior corporography and posterior corporography. ده ما اقدرش اقول posterior corporography يعني corporography لازم تكون corporography صح؟ ده اسمه كلاسيكال ريبير. لدرجه ان في بعض ناس في العالم وفي مصر لما بيلاقوا سيستوسين بيعملوا كلاسيكال ريبير بالمره تصحيح الكلام ده. لغايه ما صحت الاولاد فضيحه. ايه هي بقى الفضيحه؟ انت صلحت السيستوسين والريبتوسين طلع في تضخم ممكن تتوقعهم لو انت ما خدتش بالك. الحته الاولانيه السوبرا فاجينال الانجيشن يعني السيرفكس والكتر الشد عليه طول. فانت صلحت السيستوسين يعني الكوربرافي وصلحت السيرفكس الريبتوسين والسيرفكس كوربرافي وبعدين لقيت الست بعد ما صلحت الاثنين ده السيرفكس طلع في المشاركه طلع في المشاركه دي اللي بتاع السوبرا فاجينال الانجيشن نفس القضيه هتبقى ديسفارونيا هتبقى منظر يعني كانك انت هتبقى هنا بقى لو انت من الاول عامل حسابك انك تشوف هل في سوبرا فاجينال انجيشن اوف ذا سيرفكس ويز بروناتس ولا لا على الاقل تعمل له امبيوتيشن اذروايز هتصلح سيستوسين ريكتوسين او وات از نيمد كلاسيك ريبير ويطلع لك سيرفكس بوش يبقى ده ريكارنت بروناتس ولا لا؟ ريكارنت بروناتس صح؟ الست تيجي تقول لك يا دكتور انت عملت لي عمليه والسيرفكس بوش. الحاجه بقى الاكثر فضيحه بقى دي بقى اللي منتشره الستريس كونتنس. يوجوالي ذا ستريس كونتنس اللي هو الليبري اوف يورن اللي هو بتاع فوت وستيبل يعني الكح مش عارف ايه بتاع ايه بتدخل سجاير ايه عندها تشيست ديزيز وات ايفر بالكح يروح نازل ايه بيبري دروبلتس اوف فالحقيقه الراجل اللي كشف الحكايه دي عبد الفتاح يوسف وانا شفته في القصر العيني وانا في نطقه يعني شافه كده قال يا جماعه مش معقول انا اعمل كلاسيكال ريفير كلام شعبي واعمل فازر جيل اوبريشن اللي هي مانشستر تكنيك اللي هي امبيوتيشن اوف السيرفكس صح؟ وبعدين الست تروح تقول لي يا دكتور ده انا بكح بيجي لي ده انا واقف ده انا بقف كده في البنك بضغط على نفسي بستريس كونتنس فيوسف تست اللي قال لك قال لك هو ده بارسيلس ريلاكس ترايت ريديوسي باي بارسيلر يعني رجعين بارسيلر وقول لها زائد كح نط بول قدامك في دروبلتس يبقى في ستريس هصلحه ولا اسيبه؟ هصلحه هقول لك ليه هصلحه ليه؟ لان مع السيستوسين سهل قوي انك تصلحه لكن لو سبت وعملت نفسك مش واخد بالك هتصلح تعمل كلاسيك ريبير وبعدين تخف بالسلامه ويجي لك ستريس كونتنس. يبقى انت هقول النكته كان الشباب بيقولوا تبقى في سوسته بقى انت هترجع تفتح تاني مكان اللي انت عملته عشان تصلح الستريس كونتنس لانه بيتصلح ده عن الذكر وتصلحه. فاكر لما قلت لك في شورت يوريسما فاكر؟ قلت لك الشورت يوريسما في الفيمينز دي عملنا مشاكل في الستين. اول حاجه انها ممكن تتعور في الغالب. ثاني حاجه الستريس كونتنس. ثالث حاجه انفكشن سيستايتس فاجيناتس فاجيناتس سيستايتس. بص وانا نايم في البيت يا الست بتقول لي انا عندي حلقات في البول اعرف انها عندها تاكوكس. والعكس صحيح لو قالت لي انا عندي فاجيناتس ما اعرفش اعرف انها عندها سيستايتس. الاثنين اسوشيتد due to the intimate anatomical relationship between the two structures. That's very important. الكلام ده. يبقى انت عندك حاجتين وانت بتشوف البرولابس تاخد بالك منها. Anterior خلاص بصيله عرفناه. الستريس كونتنس هيتصلح مع السيستوسين. وهيجي في الشرح ازاي هيتصلح مع السيستوسين. سنة 1913 واحد اسمه كيز ده أشهر واحد عمل عملية رياضية للستريس كونتنس
قال ويليبر انا فتحت هنا وبصلح الفاشيه اللي انتوا بقيتوا الفاشيه بصيرها في بعضها وبعمل شيلد تظبطها واطلعها فوق تدخل قسطره واعرف ان انت كنت سالك. اتظبطت واقوم عامل بيري يوريسرال تايتنج. زيدتك بعربي ولا انجليزي؟ انا راضي بقى بعربي ولا انجليزي؟ بيري يوريسرال تايتنج. انت انا عايز اقول حاجه لاخواتي يعني والله العظيم فين الحاجه الصعبه اللي هو بيتكلم بلغه ادي كل اللي فيه ما قالش كلمه مثلا زي مثلا ايه في كلام صعب بس في كلام صعب يعني في كلام صعب انت موفز بس كلمه صعب لكن ده واحد بيقول لك واحد اثنين ثلاثه كنت بنتكلم في موضوع قبل الانجليزي. ايوه فيري مستر فريد. كل عمليات بص يعني كل عمليات ريسك انفورمنتس انا لو قلت لك كام عمليه هتفضل 137 عمليه. طبعا انا مش جامد ان انا اسالك في الامتحان معلش وقلت لك ايه العمليات انت فيها عن الاساس كنت في تحت ومن فوق يعني في ريبير بجد وفي ريبير صح بس انا مش سالتش طبعا صباح كده ولا خمسه ولا بتاع الستريس كونتنت اساسا بتسالك بس فبليز بمناسبه الستريس كونتنت treat any UTI infection before any maneuvers in vagina or in classical care. يعني لو في عندك infection elsewhere anywhere, try to eradicate it by antibiotics, by reduction of the prolapse. بديها مرة في estrogen, local estrogen, زي البريمارين هو غالي شوية بس help prepare before doing the operation, help prevent recurrence of prolapse. وبعدين ما تنساش صوره فاجينال اوريجيشن سهله جدا. انا كطالب عادي هعمل ساوند وهشوف طول السيرفكس كام؟ طول السيرفكس كام؟ طول السيرفكس ما يزيدش عن 3 سم صح؟ لما يبقى 6 هعمل كلاسيكال ريفير فهمان ولا انت هيطلع الفازر دي اوبريشن او المانشستر تكنيك هي لا اسم بلد ولا اسم راجل عمليه امبيوتيشن اوف ذا طب افرضي بقى احنا كده في السيلف ستيج اللي هي كومبليت ريسيدنشال في صوره عايز اوريها لكم ان شاء الله اوريها لكم سيلف ستيج طبعا وسيلف مين المفروض او تحسب المفروض وكملت العيله بتاعتها وشغلانه بتعمل ايه؟ يس انت ريبير خدي بالك انت قلت ما فيها ستريكت اذروايز يجي نوع غبي جدا اللي حصل معايا كتير معلش حالاتك غلط وبولابس شلت اليوتراس مره واحده صح؟ بقى الفاجينا بقت غلط غلط يعني ايه؟ قبه قبه راح القبه دي برضه نازله لك تاني. لازم تعملي برضه بالعربي. تايتنينج اوف ذا سيرفايكال ليجامنت ان فرونت اوف ذيس. If you don't do this, both will collapse with time. فضيحه. طب افرضي ست بقى سيرجيكال ريسك والله لسه مش شايفين. من كام يوم. واحد اخترع اختراع اسمه فوق في فرنسا قال لي سبتها وجيس قوي. وخلي بالك ان هم سجل كانبيس وهقطع واطلع وافصص واطلع اليوترس لبره هيجيب هستريكتومي لو خرجت نقط الدم يمكن الانسجه ما تلمش معايا لانها طبعا سنها كبير او مثلا عندها تشيست ديزيز عندها كارديو ديزيز كانت سحب الفردين ولو خدت اوبن فتحها او غيرها او غيرها فكره حلوه قال لي يا جماعه الست دي عجوزه وما عندهاش سكس وورك ما عندهاش شغل في الناحيه الجنسيه فنعمل ايه؟ نقفل الفاجينا دي
نسكرابت نسكرابت جزء انتيرو ريكتانجلر شيف انتيرو انتيرو شيف ونخيطه ببعض ونسيب الشانلز عشان الافرازات تطلع الشانلز اليمين والشمال الشانل الصغير يبقى فتح بجانب الارقام واخر على السيلفر سبوت تمام يعني لانه لحمه بعضها طيب او انتيرو او سيلو فوجر قفل الاخر الثاني على بعضها كده وصاب الشانل كده ومش كده ده ديفولت في السدات العضليه ديفولت اوبريشن دكتور عايز اقول لو لو كومبليت هعمل الفاجينال هيستريكتومي واعمل فيش ريبيكتوب او لو هي يعني خلاص مكمله العيله بتاعت البابا لو هي عايزه تخلف تاني مش هينفع تعملها طبعا هيستريكتومي تبقى كلاسيكال ريبيكتوب برضه؟ انت عايز تقولي مثلا فريدي فيرجنال جوه نفس عايز تقول كده يعني فريدي قاعده حتى ست صغيره في السن وعايزه تخلف وعندها برولابس هستعمل كونسيرفتيف تريتمنت هعمل ايه؟ يعني عندها طب عندها سوبر فيجنال ريجيشن قولي اه ولا قولي اللي انت عايزاه عندها ولا ما عندهاش؟ ما مش عارفه اصل يعني هي ممكن تكون خلفت كتير و... وعايزه تخلف تاني ف ما احناش لا بس خدي بالك تصليح البرولابس كل ما هتصلح البرولابس وبعدين تروح تقول التاني تعمل لها فيتوز او استروك ديلري او برونج ديلر هينفع الكلام ده؟ هتركيه برضه احنا عايزين نحكم يا جماعه يعني انا لو جت واحده ست من عندها اربع عيال جت قالت لي والله دكتور نبيل انا عايز اصلح الله بس خد بالك يعني انت ممكن تحملي وتولدي بس عايزه سيت بريكوشنز ده في بعض الناس بس الكلام ده بيني وبينك بقى يعني ما حدش يسجل بقى في ناس لو انا عملت فيه كبير اوبن نفس انا في رايي أخذ مصاري صح؟ يا عم ما بعد عن الشر والأمين طبعا في الفيسولا ده قرص بجيب الفيسولا ريبير ده قوة جبرية ما فيش فيسولا تتعمل أو تتصلح حد يولد لا نيفر في البرولابس أنت قدام نارين يا جود إيميزيون كنت عايز أقول كلمة جود دي كانت نقطة واحد بيقول لواحد في مصر إيه؟ قول لي يعني إيه جالوس إيميزيون؟ فقال له يعني كريم كبير شو الهبل جينرس ده وصف طبي وليس وصف لغوي جود فيزيوتومي يعني اللي بيتو الميه لازم هتتقطع يعني يمكن تقطعين علشان تعدي الغزه بسهوله اذروايز يحصل الكانسر ولو عليا انا عمل لها قولي لي انا مش عايز الكانسر ما بعملش انسترومنتال دليفري وبقول لك وسط العالم ليه بقى؟ هقول لك ليه؟ ما عارف السؤال هتسالني بريكوزايتس اوف انسترومنتال دليفري ار سو ماني تو فولفيل هوستس ويلت يعني انا عشان احط البريكوزايتس دي كلها المتطلبات دي كلها الست مش محتاجه لا بنتوز ولا فورسبس فيبقى اذا الحاله دي احنا اتكلمنا على هي بتكون طبيب ان هي عندها كومبليت بروسيدنشال واقعه ده فيرجن ده غالبا فيرجن بيبقى كونكتيف تيشو ويكنس كونجنتال كونكتيف تيشو ويكنس يعني انه بيلد بتمشي على حياتها ضايعه وممكن تلاقي عندها هيرنيا اتس وركينج ويل في البودي الفيرجنال برولابس ده بقى يعني واحد مصري في لندن اسمها ساكروسبايبس اوبريشن بياخد يعني بيحاول ياخد السيرفكس ده اللي هو المشكلة ويخيطه في اي حاجه من العظم يمين وشمال طبعا ديفيكالت اوبريشن ده ساعات بتبقى مضطر والحمد لله من فيرجنال كولابس الحمد لله راح ان هو سو ليميتد سو ليميتد لان طب التعبئه اللي هي صعبه جدا لان هي عايزه تخلف ده باختصار شديد انواع البرولابس نراجع في الموضوع معاك حاجه ثانيه يعني تقول لك بروفلاكسس طبعا عارف البروفلاكسس يعني ايه صح؟ اظن انتوا حضراتكم مفيش دلوقتي ديفيكالت بروبلم بروبلم
الانسترومنت اللي بيتكلم مش هينفع. ليه؟ لان لما نزود الانسيدنس اوف مذر اند تشايلد انجري في الديفيكالت ليبر من 7 لـ 20 7% ده الناس اللي بتولد طبيعي تيجي لها بريدات دي يجي لها الملابس يجي لها كده فانا هزود النسبه مع الهرمون. تاني حاجة ما تحزقش في فيرست ستيج، دونت سترين دون فيرست ستيج، سترينينج اونلي تو هيلب اللي هي الزرار المصري تو هيلب ان او افتر فول سرفايكال فاليديشن يعني سكند ستيج اور ان جود ريبير اوف بريبير فيز جود ريبير. لو ما عملتيش البريبير فيز صلحتيه وسبتيه هيدن او عمل هيماتوما او عمل انفكشن يبقى هتكون في حاله خلل التصليح انتايم وجود ريبير للباسلز وللجلد وللعضلات المتنوعه وطبعا في حاله بعد ما تعملها ريبير اظن تديها فين تديها سوفت فلويدز انتبيوتكس تشطيف عشان ما يأثرش حتى ده بتعمل برضه في الريب سيستم التوسيم يعني فلويد دايت انتي بيوتكس تشطيب او كلينزنج افتر انكليشن عشان الحته تبقى نظيفه قدر الامكان. هقول حاجه بس هنا كانوا هما حاولوا يحطوا مش شبكه اشتغل ما نفعتش معاك اتسحب كنا نقبل طبعا ساعات بتلاقي فيه ديفيشن تيشوز صح؟ فعايز شبكه ما نفعتش بيحصل حاجه غريبه جدا في الحته دي بالذات بيحصل لها انفكشن في الفاجاينا يعني او لور جينيتال تراك بيحصل انفكشن وتتشارج وتترمي بره او انت تتطبق شبكه يعني في 2007 2008 كانت بدأت تاخد وضع مش 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 الحمد لله ورجعنا تاني في البروجرامينج ستريس كونفرنس عايز اشرحها انه البير سبايس بارتيكل اوف ذا يوريثرا والبلاد ديك ده اي حاجه بالانظار بسيستوسكوب بتيجي السوشيال طبعا انت لو مسكت اي كتاب هتلاقي دي اقل واجب حطيتها 5 عمليات ده اقل واجب لولا فيريرا وبيرسي فيريرا وبتيجي السوشيال وبنش ودي وتي او تي وتي في تي كل ده انا كطالب ماليش دعوه انا كطالب اعرف ان انا هاو تو diagnose the stress incontinence والعملية اللي هو لو كان هيدن في حالة برولابس اكشفه عشان مش بعد ما اصلح البرولابس هو يظهر. هو بيختفي ليه مع البرولابس اللي بيحصل كينكينج فبيختفي. فانت لو رجع الدنيا مكانها طب يوسف عمل ايه زي ما قلنا يوسف رجع الدنيا مكانها في ايد كده من صدر ده هتفتح يوسف رجع الدنيا ولا روح تحت طلع قال لك ستريسنج كونتنس مع البرولابس. ما فيهاش بوني انا سنتناقش شويه في 34 بمناسبه الكلام عن ستريسنج كونتنس لان هو فيري اسوشيت مع البرولابس. بوني سنه 34 قال لك يا عم انت اسالك سؤال انت عايز تشوف ده ستريس ولا مش ستريس؟ ممكن تقول لي كلينيكال تيست سهل. على فكره الكلينيكال تيست ده اثبت فعاليته بطريقه كده هقول لك كده انت بتجيب تو فيجرز اند يو بريزنت الصنفره او الجزيره لو مفيش حتى اساس تو سي اند يو بريس اجينست ذا يوريسترا اجينست ذا باك اوف ذا سيرفس كوكس سهله كح كح طلع ولا ما طلعش؟ ما طلعش يبقى ده ستريس
شلت انت صبعينك اللي انت ضرب بيهم على السيرفس بيوس، شلتهم كح نزل. بس هرجع كده. ايه لك اخبارك ايه ده؟ تاني اه. هو تيست ما خدش معاك وقت كتير قال لي ايه؟ انا عايز اعرف دي كانت تيست ولا لا. شغلت انا اجيب تو فينجرز وامسك اليوريزما واحشرها بين صوابعي وبين الباك اوف سيرفس بيوس كده زرقتها كح ما كانتش دور كده بس شلت الصوابع شلت الصوابع كلها بولي بول كده شلت الصوابع كح جاب يبقى ده بوست بس بس ده بالعكس ده كمان حاجه ثانيه بقى خدي بالك قال لي ديز ليدي وين جت بنفيت فروم سيرجيكال تريتمنت اوف ستريسنج كونتاكتس مش بس ده الدوز لا ده بيقول لك ايه بودي ده بيقول لك ما انت بتعملي ده بروحيه يعني انت بتحاولي تايتنينج اوف ذا ريسرا اجين ذا ريسرا عن طريق يعني قال لك ما حسيتيه يعني حكيت زي بوش طبعا بقى طلعت مضاد غير بقى زي السيستم كتري ونشوف الدنيا قد ايه والبرضه قد ايه يعني انا كطالب ماليش دعوه ما حدش هيسالك سيستم كتري وحاجات زي كده هيسالك في الحاجات اللي هي اللي احنا حاطينها في السيلبس بتاعنا خاصه الحاجات دي على قد ما هي غاليه على قد ما هي مش اكل او زي ما انت متخيل يعني مثلا في واحد عنده جاي بيأسس في بيتي في جامعه عين شمس فوق سوق العصر بتاع الكمبيوتر غرفه بافلام انت عملت لها عمليه والسيستم بيتي ما تصلحش اظن هي ما تصلحتش كلينيكال لسه بتحزن وبيجي لها من الدور طب السيستم بيتي عمل لك ايه؟ عمل لها ايه؟ فاهم ازاي؟ يعني on clinical and body based. وخدي بالك دي مش بتعمل لي ستريس كونفرنس دي ستريس دي لانك فتحت على التيشوز دي فتحت على البلينز دي فاصبحت البرودكت قدامك تعمل لها شيبنج وهتعمل الجزئين بتوع الاكسبيرينس كيس اللي هو تاني يوصل هتسيبيهم هترجع لك تاني هتضطر تفتحي تاني وتيجي على الفيريو ريسر تشو وتعمل له طيب او بعد في طريقه ثانيه ده اختصار قدر القدره في الموضوع ده بس ما تتوسعش فيه لانه طبعا في حاجات كتير جدا يعني ما تتوسعش عمليات الستريس كونفرنس مش مطلوبه منك الكلاسيكال غير معروف مفهومة الفاجينا ريستريكتيف والهروب الفيرجنال كولابس ده هيحتاج العلاج اللي انا لازم احاول ارفع علشان الاقي لك الفكره بتشوف حد طبعا الريفلكسز مش حاضر مفيش بقى دلوقتي سيمتات زي زمان تقعد تولد في ثلاث ايام الكلام ده انتهى الولادة معلش يعني انا بسألك سؤال بالمناسبة الولادة طول قد ايه في البرايمري وفي المالتي وانت قاعد في النادي مش عايز مذاكرة انا قاعد في النادي كويس بقول لك يا دكتور الست دول في قد ايه؟ 18 سنة 18 سنة طيب في المالتي 8 و 10 يعني يعني 12 و6 مفيش 24 بقى طب ليه؟ انت هما ليه معاك؟ هتبقى جربت ليه بقى؟ خلاص؟ فهمت؟ مش هينفع الكلام ده يا حد عايز حد 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 غمض عينك هتجيبها برولابس وتقطيعها واكل بقى ست البرولابس كان زمان منتشر جدا 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 يعني انا فاكر اثناء نيابتي انت كل ليله فيها خمسه سته برولابس ليه بقى؟ تولد بعد ذلك ازاي يحكي؟ فاهم الكلام اللي هو ولسه ما تقولش الحاجات دي موجوده. بقول لك على كلمه غريبه جدا.
فاهم؟ جذب بيها فعلا. يقول لك لما الست دي هتولد عدم وجود اخصائي امراض نساء من الاول بقى خليها ما تقبلش. حد عنده اعتراض على وزاره الصحه العالميه؟ لا يعني بس هو لغه هتقف فيها. هتقول لك ايه؟ على فكره في اماكن بتتكلم فيها الدكاتره اللي موجودين في الحته البعيده والحاجات دي والاطراف مش زي ما وكل واحده على فكره بتفرح بالبجامة اللي بتبقى. انا عايز لزارك عايز فايده عايز لازم شكله ايه؟ ابكر سكور فضيحه اسكت انت لو خدت فيه معطار عيني لو انا بابكر سكور ده لما تيجي تكسب عارفها طبعا ابكر سكور ده ما عملش شرط معطار يلا اللي فيها ابكر هنا هتوب هتوب ابكر سكور ده فضيحه كبيره بعد كده واحدة أخر أسبوع أعرف الولد دي مش شفناها إيه. هو داعي في مين؟ 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 أو كان في دكتور ولا كان في واقف مهندس بس دي واحدة. الثانية قلنا ايه تاني؟ لو الست الكيل انا دايما اقول لك مفيش دكتور واخصائي اعضاء تسعه انت عارف في حالة طالب مثلا بقول له ايه الديفينيشن اوف الستكس؟ بس طالب انه وصل معايا لمرحله ايه؟ مش ممكن يعني دخلت معاه البرميل وبيكمل معايا بيكمل بيكمل الديفينيشن هو وجود بالعربي وجود حد يراعي السيدة الحامل وجنتها أثناء عملية البارتوريشن. طب ليه اسمها بارتوريشن؟ أيوة يعني إيه؟ لا حد كلهم يعرفوه ما ينفعش واحد أقول له أيوة وهو يروح بيها. بارتوريشن يعني الفصل ده من ده. فيقوم جاي شبه جماعه شعبيين ولا ايه سبحان يا رب بيخلص روح ايه؟ ايوه روح بالروح صح بيخلص روح باكتوريشن. طب هم سموها ليبر دي لانها شغل اجهاد على مين؟ اجهاد على مين؟ على الاثنين صح تصور قال الكلمه صح كويس كويس بيقول لك شورت ديستانس دنجرس ديستانس ده للفيتس وللام تحزن 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 وتراي كونتراكشن ومجهود. خد بالك بقى لما تفهم بقى البرونجد ولا بقى كونستراكتد ولا بقى طبعا انا عايز اقول لك حاجه بس كلمه باي ذا واي يعني اللي دخل بطن جرام الاولاد ده جماعه الاولاديين ودخلوها سبات سبعه كمان اللي هو بيقول لك ايه؟ انا دلوقتي عايز اعرف الست دي هتولد في قد ايه وهتولد دلوقتي ولا عايز القيصريه من الاول؟ قال لك حط السلفاكت ديلاتيشن فيرسس سبايك هو ده البطن جرام واعرف الست دي عايز ايه؟ بس حتى هم انت لو كتبت النهارده The Irish method of labor. هتلاقي بقى بريستول وزمايله ان هم بداوا يعملوا رسم ليالي للبلاد. ليه؟ عشان ما تفتحيش على عيل تعبان ولا ام تعبانه ولا تسبب لهم في كل الفكر اللي في ده. في واحده بنت زميله لنا سالتني سؤال قالت لي انا بدات حاجه امبارح وحشه ان بيبيتا اسفيكسيا از انكريز ويز سيزيريان سيكشن ليه بقى؟ انت مش بتفتح قيصريه؟ قلت لها ده اللي بيفتحوا عليه متاخر. فهمتني؟ يعني اذا ما كانش عندك جلوبال ديسيجن هتسبب الطفل ده وتنزل از ويل از ليت كومبليكيشن متبسده فبتسبب
هتسالني بتقول يعني ايه ده التحفه الجزائريه اللي انا بقولها؟ هي امتى؟ هو ده السؤال. هنا بقى يجي دور المرحله الرابعه. في الوقت الحالي ما ينفعش الاستورمنت دليفري وبعديها التحفه الجزائريه زي زمان. محمد المليجي زمان سالني سؤال غريب جدا. الله يديله الصحه. بيقول لي هو سالني السؤال مش هسمع منه ايه؟ بيقول لي يا حبيبي اللي بعد انت لما تعمل الاستورمنت دليفري وست ما بتشتغلش. انا عايز اقول له لا هو الاجابه مش سهله. فين انا في البريكوزايتس من الاول وفين انا ضبطه جرام من الاول عشان اعرف ان دي مش هتنفع تقول. وفين ان انا اعمل لها ترايل بالدوز او ترايل فورسز وبعدين اعمل لها ايه؟ طيب سوري كيف خيالك؟ هو ده غلط. ان شاء الله لسه يعني ضبطه جرام طلع معاك.